شغالكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نستقبلوا أول ضيوفنا بالتليفون بالطبيعة في الحصة متاعنا اليوم. أكيد قمنا صباح على أخبار سيئة شوية، وأنه من البارح في الليل إصابة لاعب مجدي المصراتي بفيروس كوفيد 19. معنا مجدي بالتليفون، باش نتمنى أول حاجة على حالته الصحية. مجدي أهلا بيك. مرحبا يا سلام، مرحبا بالسادة المستمعين. شنو أحوالك خويا الساعة؟ إن شاء الله لاباس. عايشك الحمد لله، ربي قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. باهي، لو كان تفسر لنا مجدي كيفاش فقت بروحك، كيفاش عرفت بعد خرجوك الاعراض والا لا؟ بون، هما الحقيقه سلام الواد معناتها صافي سيمين معناتها ملي معناتها تقلقت شويه وشكينا في الكوفيد، عملنا لها تيست بي سي ار نهار السبت مالوريزمون طلع بوزيتيف، ولينا عملنا العائله كلها احنا دي تيست معناتها عملنا بريسك العائلة كل فينا يظل 8 بوزيتيف و 8 نيجاتيف. الحمد لله اللي عنا معناتها العائلة تكون نيجاتيف، وإن شاء الله إن شاء الله الباقي الكل ربي يشفينا ويلاباس الحمد لله. في الحجر الصحي توا مجدي؟ أي في الحجر الصحي من اللي سمعنا بالوالدة ديجا من نهار السبت دخلنا في الحجر الصحي الذاتي، كل واحد معناتها في داره على روحه. بون، امبارح تأكدنا اللي معناتها الحالات إيجابية الآخرين باش نكملوا نواصلوا مع الحجر الصحي وان شاء الله لاباس ان شاء الله. اكيد خلطت برشا عباد مجدي، ما نعرفش كلمتهم كيفاش. هو اني الحقيقه بون ما خليتش برشا عباد الحقيقه، وذاك علاش هبطت السيتي باش الناس كل اللي معناتها اللي قربوا لي واللي خلطتهم واللي احتكيت بيهم معناتها في البريود الاخرى، حبيت الناس كل معناتها تعرف باش لا قدر الله كان فما عدوى على الاقل تقف، هذاك علاش هبطت السيتي، وان شاء الله ان شاء الله يطلعوا معناتها لاباس، وان شاء الله ان شاء الله معناتها كيما نقولوا ما يطلعوش برشا عباد ضروا من الحكايه دي، وهذاك علاش هبطت الستيون. سينو بعد التيست اللي عملتوه يطلع ايجابي، معناتها عطاكم توصيات شنو ما فما كيفاش بالضبط؟ توصيات تلتزم بالحجر الصحي الذاتي، بون تعيش نورمال ان شاء الله، كي لا قدر الله معناتها تتقلق بالبيت واللي تطلبهم تتصل معناتها بالبصرات باش يقول لك شو تعمل بالضبط. كان كيما نقولوا كيف عندك سخانه لا قدر الله تاخذ سخانه يعطيوك مع الادواء، كيف معناتها كان عندك كحه كبيره ولا حاجه، سينو تعيش نورمال وليسونسيال تلتزم بالحجر الصحي وكهو. انت والوالده كهو مجدية، معكش حد اخر؟ لا 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 لا، معايا اني والوالده واخواتي. كيف الوالده بالمناسبه ان شاء الله ربي يشفيها، ربي خاطريه هوسبيتاليزيه معناتها في السبيطار، خاطر عندها أبار الكورونا أبار تيست اللي طلع بوزيتيف عندها يورثوما في المعدة، دونك في السبيطار إن شاء الله ربي يفرج عليها. إن شاء الله بيس. سينو إحنا الباقي عايشك، سينو إحنا معناتها أني وإخواتي والفامي كل واحد في داره، معناتها قاعدين كل واحد في داره كل ماما. وتعرفوا منين جاتكم العدوى مجدي وإلا لا؟ الحقيقة فما برشا شكوك، لكن ما نجمش نعرف بالضبط، ما نعرفش ما نجمش نحصرها وين بالضبط، على خاطر كل مره كيما نقولوا واحد يتخيل حاجه. فعندي برشا صحابي جاوا من خاصه اللي عليهم، عندي بون ما نجمش نطلع بالضبط الحقيقه، ما عرفتش بالضبط، ما نجمش معناتها عندي شكوك، لكن ما نجمش كيما نقولوا كونفيرمي منين بالضبط، ما نعرفش الله اعلم. انت مازلت تلعب مجدي في منزل النور السنه هذي؟ اني والله بون لعبت ماتش هكا، والحقيقة مانيش قاعد نترانا على خاطر بون مزنور هي بلادي وهي حومتي كل شيء، حتى كي رجعت معناتها رجعت كيما نقولوا رد الجميل، مانيش قاعد نلعب داني نمو معناتها ما لعبتش معاهم ديجا، مانيش قاعد نترانا، هذاك علاش معناتها الاخبار اللي يقولوها كونه من جمعيه ولا حاجه اخبار مزيفه. اي جوستومون على هذا سالتك انا، خاطر تقاسم مش كان انت في منزل النور، هل فما لاعبين اخرين ولا؟ لا لا، فما هو الحقيقة فما لاعبي صاحبي برشا اللي هو ديما معايا وجد عتيق ربي يشفيه، تداول الوالدة نتاعو الزوز معناتها تيست طلع بوزيتيف، لكن حتى كي ما نعرفش شكون عداني اني ولا هو، معناتها ما نعرفش اني عديت ولا هو عداني، ما نعرفش الحقيقة، حتى الوالدة نتاعو معناتها صحابي والوالدة نتاعي دونك ما نعرفوش بالضبط منين بالضبط. شنو بقية اللاعبية بالنسبة لي ما احتكتش بيهم وما ترنيتش وما ما عندهم حتى علاقة بالفيروس هذايا. سينو ما عرفش نبعدوا شوية عن الموضوع هذا، نعرفوا شنو هي أخبارك مجدي، كملت الكورة صحيح ولا شنو بالضبط؟ والله الحقيقة سلام معناتها احترافيا كملت الحقيقة، على خاطر
هون كنت هبطت ستاتيو زاد في جانبي، قلت لي سي بون معناتها خيرت باش معناتها بعد تفكير طويل وكل شيء خيرت باش باش معناتها توا ننتهي معناتها بالعائله نتاعي وبأموري المهنيه مع العائله الحمد لله ربي. باش نكمل نعدي الدبلوم تاعي نتاع لي زونترينور ان شاء الله ربي يوفقني، وكا الحمد لله حتى توا يتلهى بعائلته وبخدمته وفرحان برشا معناتها بالكارير اللي عملتها. كنت نجم نعمل بخير لكن فرحان الحمد لله ساتي فيه. لا بأس الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقني في حياتي المهنيه. تخمم في التدريب دونك؟ نخمم اي نخمم ديجا عديت البرمي نيفو خديته ومازلت نستنى معناتها في اللي زي زعما الاخرين وان شاء الله ربي يوفقنا والواحد كمان بعد كارير باهي ما نجمش يبعد كومبليتمون يحاول معناتها سيرتو كي يبدا معناتها مغروم بالدومين هذا ان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله ان شاء الله نتجاوز معناتها في فيك زمان تاع لي زونترينور هذوما كيما نقولوا معناتها من المره الاولى نعرفوا اللي احنا معناتها لازم تنجح باش باش تاخذ دبلومك وهذا تربي الواحد حاضر ان شاء الله مونتالمون ولاباس ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق مجدي المصراتي وان شاء الله لاباس انت والوالده وكل المصابين في تونس والى خارجها بالافه ولا الكوفيد 19 ان شاء الله لاباس مجدي. شكرا معي شكرا. بس مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة موسيقى بعد راجعين حتى